التفاعل، التفاعل بجانين الجمهور. أسألك كمشاعرك ومنتخب بلادك ما موجود في هذه أنا مصيبة. إحنا عندنا مصيبة 12 فريق عربي، اليمن ونعرف من ظروفه، والمنتخب الكويتي. فأنا أضحك يا صديق، شوف هي مش مشاعر لكن هذه يعني أنا دائما أقولها. وكان أثناء أنا كان عندي للأمانة بطولة آسيا مؤهلة كأس العالم، منتخب العراق لعب بمستوى جيد كرة اليد، بعدين انتهيت أساس أدخل آسيا، كان عندي برنامج. المهم أقول فرحتنا اليد عندما لم تفرحنا كرة القدم الكويتية، فقلت هذه فصارت شوية ضوضاء. الكويت حنا حزينين على فريق كرة القدم الكويتي، يبقى تاريخ كبير ولكن لكل حصان كبوة. يمكن أنتم مريتوا بهذه الظروف قبل، انهيارات اللي تفسده السياسة تصلحه الرياضة. طبعا 2007 لما فاز المنتخب العراقي عادت الروح إلى العراق. صحيح. بصرة 25 صنعت العراق من جديد وعادتها إلى أحضان الدول الأخرى كاملة. طبعا. عرفنا العراق بكل تفاصيلها، وأسأل الله أن يكون حنا أسباب كلي جميع اللي قطوا إعلاميا في نشر صورة زينة لأهل العراق وللعراق بشكل عام والبصرة خاصة. فسبحان الله الكويت هي تمر في فترة سلبية، نقول حصان كبوة، تبقى أبنائها فيها، الكويت بأبنائها. أسأل الله أن يوفقنا، وإن شاء الله الحين عهد جديد، إن شاء الله نشوف الكويت تعود لأن هي ولادة وفيها جمهورها. السؤال عن الكرة الكويتية يسبب لك حرج لو طبيعي؟ وين مشكلة الكرة الكويتية من سنوات؟ الأمانة كالعادة الخلافات فقط بكلمة واحدة. وإلى متى؟ هذه الله أعلم، إلى أن يأتي إن شاء الله. الحين جاءنا إن شاء الله رجل قوي وأمين، إن شاء الله يصلح هذه الأمور. تتوقع قريبا ستعود الكويت كما كانت عليه في الماضي؟ دائما الكويت تعود، يعني بطل على مستوى كرة القدم الخليجية. تغيب رياضة جمهورها موجود، نعم، متفاعل، مسوي كل البلبلة في البطولات، متواجد، نعم، ملح البطولات، نعم، حتى لو منتخب مشارك. تغيب هني تطلع على مستوى فردي. غابت رياضتنا تأهل منتخبنا كرة اليد بطولة عالم. ماكو الكويتي ما يغيب، الكويتي عندك قدامك والنعم مثل الكويت موجودين. خروج الأفضل مني المنتخب العماني.